صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام طيب الأردن هذا الغلام طيب الأردن قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن في القرآن صلى عليك الله يا عدنان يا مصطفى يا صفة الرحمن الحمد لله هذا الغلام الطيب الأردن أحمده في السر والإعلان حقاً